السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم ناخذ محاضرة ثانية من مواضيع الاندوكرينولوجي. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بمواضيع الهرمونز، يعني وبشكل عام يعني ناخذ ممكن البيتيوتري، الادرينال جلاندز، الهاي. فكانترودكشن ضروري تكون عندكم خلفية ومراجعة عن الهرمونز اللي بالجسم وشلون تطلع الهرمونز، ويا كل يعني ايتش جلاند ويتش هرمون سكريتس وهكذا. فهذا المخطط هو موجود بمحاضرتكم يعني، فلازم يعني دائما يكون ببالكم وهذا. فراح يعني اراجع بسرعه انا وياكم. خلونا ببالكم انه احنا قبل اي شيء عندنا تو بيتيوتري جلاندز، عندنا الانتيرير وعندنا البوستيرير. وهاي البيتيوتري مثل ما تعرفون منو اللي ياثر عليها؟ ياثر عليها الراس الاب الكبير هذا مالتهم اللي هو الهايبوثالامس، حتى يأثر على البيتيوتري. البيتيوتري بعدين تروح على فد specific glands or targets، بعدين هاي الجلاند راح تطلع لي فد هرمونز وتشتغل هي، تبدأ الفانكشن مالتها. أوكي؟ وبالأخير أكو فد شيء regulation، specific regulation نحكيها، اللي هي اللي راح تبدأ السيكونس مال الهايبوثالامس. زين، ف الهرمونز مالت الانتيريور بيتيوتري لازم يعني تفرقوها عن البوستيريور. البوستيريور هنا بس اثنين اللي هن الاوكسيتوسين والفازوبريسين. زين، الانتيريور عندها ال LH وال FSH، ال TSH، البرولاكتين، الجروث هرمون والاي سي تي اتش. هسه نجي لكل واحد بسرعه. هسه مثلا ال LH وال FSH راح يتحفزن من الهايبوثالامس باي جوناتوتروفين ريليزنج هرمون، يجي على البيتيوتري على مطلع LH وال FSH، يروح بعدين على التستس والاوفريز حتى شنو يطلع عن استروجين وبروجستيرون من الاوفريز واندروجين من التستس على مود يصير برودكشن. زين، بالنسبه للتي اس اتش اللي هو الثايرويد ستيمليتنج هرمون، يتحفز من الثايروتروبين ريليزنج هرمون حتى بعدين التي اس اتش يروح على الثايرويد، والثايرويد تطلع تي 4 وتي 3 وتبدا الميتابوليزم مالتها. وطبعا تبقى انه مثلا هنا التي 3 هو اللي راح يتحكم بعدين بالتي ار اتش، اذا مثلا صعد النسبه عاليه يصير ممكن فيدباك انهبيشن. وهنا نفس الشيء بالجي ان ار اتش، يعني الاستروجين والبروجستيرون وغيره. هنا عندنا البرولاكتين من يطلع من الانتيرا بيتيوتري، هنا عندنا اللي يطلع من الهايبوثالامس هو الدوبامين. بس هنا خلوا ببالكم انه الدوبامين انهبيت برولاكتين. اوكي، الدوبامين من يطلع من الثالامس هذا يسوي انهبيشن للبرولاكتين سكريشن من البيتيوتري. فاحنا من يصير مثلا يقل الدوبامين ويصعد البرولاكتين، من يصعد البرولاكتين يروح يسوي الافكت مالته على البريست حتى ستارت لاكتيشن. اوكي، عندنا شنو بعد؟ عندنا مثلا الجروث هرمون اللي يطلع من البيتيوتري يتاثر بالجوناتوتروفين ريليزنج هرمون وبالسوماتوستاتين. الجروث هاي الريليزنج هرمون هاي يعني شنو الرول مالتها؟ هي استيميليت الجروث هرمون، بينما السوماتوستاتين العكس، السوماتوستاتين يقلل الجروث هرمون. الجروث هرمون يروح على الليفر حتى يطلع الانسولين جروث فاكتور 1 والانسولين جروث فاكتور بايندينج بروتين حتى يبدا عمليه الجروث. عندنا الاي سي تي اتش اللي هو ستيميليتد باي السي ار اتش، اوكي، اللي بعدين يشتغل على الادرينال كورتكس حتى بعدين يطلع الكورتيزول والاندروجين وتبدا الستريس ميتابوليزم. ذني شانل الهرمونز مالت الانتيريور. زين، بعدين تجون للبوستيريور، عندكم الاوكسيتوسين والفازوبريسين. هاي تشينجز بالاوزمولاريتي والانترافاسكولار فوليوم تحفز الفازوبريسين، يشتغل على الديستال نفرون. الفازوبريسين حتى لا تنسون الشغل مالته، تذكروا الاسم الثاني هنا اللي هو الاي دي اتش، انتي دايريتك هرمون، يعني راح يشتغل عكس الدايريتكس، يعني راح يسحب ماي، يسوي ووتر ابزوربشن، فله رول بالووتر بالانس. بقى الاوكسيتوسين من معروف يعني انه هو يشتغل على اليوترس والبريست فور لاكتيشن اند بارتوشن. اوكي، فانتم هاي حاولوا دائما انه تكون ببالكم وتذكروها حتى تسهل عليكم هوايه من الديزيزز شلون انه تفهموها. زين، احنا ان شاء الله اليوم راح نبدا بال ديس اوردرز اوف ذا بيتيوتري جلاند. اوكي، فاحنا اليوم يعني راح نناقش موضوع البيتيوتري ادينوما، بس قبلها نحاول دائما انه احنا من ناخذ فد يعني جلاند او فد سبيسيفيك جروبس اوف هرمونز انه احنا نقسمها يعني حتى نعرف شنو الديس اوردرز بشكل عام اللي تاثرها. فمثلا هسه البيتيوتري والهايبوثالامس، شنو الديس اوردرز اللي تصير فيها؟ هذا جدول جدا مفيد ترى، وحاولوا انه دائما تخلونه ببالكم لان كلش راح يعني يفيدكم.
اكو نون فانكشنينج تيومرز، يعني اكو فد تيومرز تصير بالهذا، هاي اول شيء. او اكو ديزيزز اللي هي راح تكون هرمون اكسس او هرمون ديفيشنسي او هرمون ريزيستنس، لو هو لو شويه لو اكو بس ما يشتغل ريزيستنس. واكو بنفس الوقت اكو برايمري، يعني مشكله بالبيتيوتري بحد ذاتها، او مشكله بس سكندري تكون يعني مشكله بغير مكان وتاثر على البيتيوتري. النون فانكشنال تيومر عندك البيتيوتري ادينوما اللي هي موضوعنا اليوم ان شاء الله، الكرايلي فارنجيوما والميتاستاتيك تيومر. الهرمون اكسس نقسمها انتيرير وبوستيرير. اذا كانت من الانتيرير شنو ممكن تكون؟ ممكن برولاكتينوما، سوي هايبر برولاكتينيميا، ممكن اكروميجالي، ممكن كوشنج ديزيز اي سي تي اتش كل شيء هواي، وممكن ريرلي تي اس اتش هواي، او مثلا ال اتش واف اس اتش سيكريتنج ادينوما. اذا كانت من الهايبوثالاموس والبوستيرا بيتيوتري، الاوكسيتوسين بالله يعني ما مو يمنا، بس راح نحكي على الفازوبريسين او الاي تي اتش. الاي تي اتش من يصعد كل شهواية يسبب لنا السياد، او نسميها سندروم اوف ان اوبريت انتي دايريتك هرمون. اذا كان سكندري زين، هساي هرمون اكسس المشكله اكو بالبيتيوتري، السكندري شلون يكون؟ السكندري هي ديسكونكشن هايبر برولاكتينيميا. هاي شنو هي؟ تخيلوا انه اكو شيء يسمونه انفندبلر ستوك. هذا الستوك اوكي يربط لي الهايبوثالاموس، هسه هاي الهايبوثالاموس وهذا الستوك خلينا نقول يربط لي الهايبوثالاموس بالبيتيوتري. الهايبوثالاموس تطلع مثل ما قلنا برولاكتين، اوكي البرولاكتين العفو قصدي يطلع الدوبامين، العفو الهايبوثالاموس راح يطلع الدوبامين. الدوبامين يشتغل على الانتيرا بيتيوتري تو انهبيت برولاكتين سكريشن، وهذا احنا حكيناه بالاول. تخيلوا انه اكو فد تيومر اوكي، فهذا التيومر راح يسوي كومبريشن هنا على الانفاندبلر ستوك، فبالتالي يروح الانهبيتري افكت مال الدوبامين. الدوبامين ظل ما يوصل للانتيرا بيتيوتري، فبالتالي ما يسوي انهبيشن للبرولاكتين، فهاي يسموها ديسكونكشن هايبر برولاكتينيميا، وهي تعتبر في السكندري كوز لان البيتيوتري ما بيها شيء وال يعني ماكو اي مشكله، بس المشكله انه الانفاندبلر ستوك تاذى او صار بي دامج فبالتالي ما قدر يوصل. زين نجي للهرمون ديفيشنسي، نفس الشيء انتيرير او بوستيرير بيتيوتري. الانتيرير بيتيوتري نسميها هايبو بيتيوتاريزم بشكل عام، هايبو بيتيوتاريزم. اذا كانت بوستيرير بيتيوتري اللي هي الكرانيال دايابيتس انسيبيدس، اذا الاي دي اتش او الفازوبريسين ما موجود نسميها دايابيتس انسيبيدس. كان السبب من البيتيوتري سميناها كرانيال دايابيتس انسيبيدس. اذا كان سكندري اللي هو جي ان ار اتش ديفيشنسي، يعني الهايبوثالاموس بها ديفيشنسي بالجوناتوتروفين ريليزنج هرمون، فبالتالي البيتيوتري ما تطلع. زين هرمون ريزيستنس اللي هي نفس النفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، يعني الاي دي اتش ما بي مشكله من الكرانيال من البيتيوتري يطلع وما بي اي اشكال، بس مشكله انه الكيدني بيها مشكله فبالتالي يصير نفروجينيك، يعني الهرمون ما بي مشكله بس مجرد هي هرمون ريزيستنس ما جاي يشتغل. او بحاله ثانيه اللي هي اللارن دوارفزم. فاذا هاي كانت فد انترودكشن تعطيك هنت وفد ماب خلينا نقول عن الديزيزز ذات افكت ذا بيتيوتري اند هايبوثالاموس. اليوم يعني مثل ما قلنا نبدا بالبيتيوتري ادينوما، اوكي ورا ما اعطينا هاي الانترودكشن هسه نبدا. طبعا هاي المحاضره يمكن تشوفوها مو نفس هالباوربوينت اللي عندكم، بس هي يعني نفس الحكي بالضبط ونفس الترتيب ونفس هاي، مجرد هاي وورد يعني باوربوينت يعني نفس الشيء. اوكي فاذا نبدا البيتيوتري ادينوما. زين انترودكشن، البيتيوتري ادينوما ات از ذا موست كومن بيتيوتري ديس اوردر. اوكي الادينوما هي تيومر من اسمها تيومر بالبيتيوتري، نقسمها according to the size and according to the function. اذا تذكرون الجدول مالتنا اللي هسه قبل شويه حكينا عنه، قلنا انه اول خانه شنو عندنا؟ عندنا نون فانكشنينج تيومرز اللي هي كانت ايذر ميتاستاسيس كرينوفارنجيوما، ومنو كانت اول وحده اللي هي الادينوما. زين فهسه هاي الادينوما نقسمها according to the size and according to the function. مايكرو ادينوما اللي هي less than 10 مليمتر ان دايمتر، هاي اكثر شيء تنطي فيتشرز اوف اكسس هرمون. شوف يعني احنا يعني حتى يعني اقول لكم اياها بدون ما يعني ما نقرا الحكي، انه احنا عندنا سايز وعندنا فانكشن مالتها.
المايكرو ادينوما هي يعني حجمها صغير، فبالتالي ما تقدر تنضي فد بريشر سيمتومز، يعني مثلا يعني ما تقدر تضغط على فد ادجيسنت ستراكشر حتى تعطيني سيمتومز. فشو نظل تسوي؟ تظل تفرز هرمونات، يعني تنطي اكسس هرمونز. اوكي، بينما اكو الماكرو ادينوما اللي هي مور ذان 10 ملم، هاي مرات انه ما تنطي هرمون اكسس. يعني اوكي يا صح مرات تنطي بس مو شرط، يعني مرات due to the big to the large size of the adenoma it may cause pressure symptoms، يعني تضغط على adjacent structures مثل optic chiasma وغيره فتنطيني symptoms، او شنو او ممكن انه تسوي inhibition للsecretion مال other hormones. فشنو تنطي؟ تنطي hormone deficiency فتنطي hypopituitarism. فاذا صار عندي كم presentation؟ صار عندي ثلاثة، either hormone excess، اوكي هرمون اكسس يعني ينفرز هرمون اكثر وعلى حسب يا هرمون هسه بعدين نحكيها، او انه يكون لارج سايز فينطي هايبوبيتيوتاريزم هرمون ديفيشنسي، او ينطي ماس افكت او بريشر افكت اللي هو هيديك او فيجوال فيلد لوس. السكريتري ادينوما هاي اللي تنطي هرمون اكسس ايذر برولاكتين جروث هرمون او اي سي تي اتش، بينما النون سكريتري ماكرو ادينوما تكون هاي السايز مالتها كبير بحيث انه يسوي ماس افكت او هايبوبيتيوتاريزم. عندك نون سكريتري مايكرو ادينوما يعني هي ما تفرز ما تطلع هرمون اكسس وبنفس الوقت حجمها صغير ما تنطي لا بريشر سيمتومز ولا هايبوبيتيوتاريزم، فهاي تكون اسيمتوماتيك ما تلقفها، يعني ان تكون انسيدنتال راديوجرافيك فايندينج سيد ان ابروكسيميتلي 10% اوف نورمال بوبوليشن اند دو نوت ريكواير ثيرابي، يعني ذول تلقى كل شيء ما عندهم وبالصدفه انت مسوي فد ام ار اي للبرين مالته مثلا ولقيتها وما يحتاجون حتى ثيرابي ذولي. زين هسه نجي هنا في overt pituitary adenoma formation presenting with sign and symptom ممكن قلنا space occupation hypopituitarism او hormone excess. هسه نجي شنو هي هاي hormone excess؟ ممكن تكون growth hormone excess، فش راح تنطي؟ تنطي acromegaly. ممكن تكون prolactin excess فتنطي prolactinoma. ممكن انه يصير الهرمون اكسس عليه من على اي سي تي اتش، فش نسميها؟ نسميها كوشنج ديزيز. وممكن على التي اس اتش فتنطي تي اس اتشوما او ثايروتروبين سكريتنج تيومر. وعندك ايضا النون سكريتري هذا يبقى. زين هسه نجي نقسمها اكوردنج باي ذا هرمون سكريتد من الموست كومن وننزل. الموست كومن باي هرمون سكريتد انه يكون عنده برولاكتينوما. يعني هذا التيومر من البيتيوتري إذا طلع بس برولاكتين هذا أكثر شيء كومن. اللي يجي وراها يسمونه كلينيكلي نون فانكشنينج بيتيوتري أدينوما أو نون سكرتري، يعني إن هي ممكن تعطي ماس إفكت أو تعطي هايبوبيتيوتاريزم بس إن هي ما عندها هرمون أكسس، هاي تجي بنسبة 30%، الأولى كانت 35، أو إنه بنسبة 20%. ثالث شيء إنه تجي بس جروث هرمون، يعني تنطي شنو؟ تنطي تنطي جاينتزم، يعني تنطي اوكي او انه تنطيهم بوث، اوكي تنطي جروث هرمون وبرولاكتين، يعني هم يصير عنده جاينتزم او خلينا نقول اكروبيجالي وبعدين نعرف الفرق بيناتهم شنو، او انه تنطي هايبر وياها هايبر برولاكتينيم، يعني يكونون بوث. الكلش يعني نسبتهم قليله 7% ممكن كوشنج ديزيز وكلش less than 1% التي اس اتش شوما. هسه المن نبدا بال البرولاكتينوما، راح نغطي البرولاكتينوما والاكروميجالي والنون سكريتري تيومر. هسه نبدا بالهايبر برولاكتينيميا. بالنسبه للفيميل شوفوا البرولاكتين عكس الاستروجين يعكس شغل الاستروجين، فايش راح يصير؟ انتم هيك فهموها يعكس الاستروجين، فايش راح يصير بالمريضه؟ يصير بها امينوريا. زين برولاكتين صعد، فايش راح يسبب بالبريست؟ يسبب جلاكتوريا، يسبب يعني overt milk production secretion from the nipples although the patient is non-lactating. The patient ممكن تكون oligomenorrhea with anovulation. تصير the patient infertile the macroestrogen. ممكن أيضا تصير hirsutism decrease vaginal lubrication وآخر شيء ممكن osteopenia، وهاي كلها لأن تعكس شغل الاستروجين، هي برولاكتين عكس الاستروجين. نجي للميال. الميال large tumors ممكن result in delay diagnosis. اوكي ممكن يسبب لهم erectile dysfunction decrease الليبيدو ممكن hypogonadism. الجلاكتورية هي رير هنا، ليش الجلاكتورية رير؟ لان بالفيميل البريست تشو يكون يعتمد على الاستروجين ايضا،
اوكي، بينما بالميل البريست تيشيو از نوت استروجين ديبندد. يعني الميل يقول لك لاك دي استروجين ديبندد بريست جروث اند ديفرنشيشن. فطالما الميل اساسا نسبه الاستروجين عنده مو نفس الفيميل، فبالتالي جلاكتوريا راح تكون رير. اوكي، فاكثر شيء يكون هو اركتايل ديسفانكشن. يعني جلاكتوريا كان بي ديفاين قلنا از ان اوبريت لاكتيشن ان ابسنس اوف ا بريجننسي اور بوست بارتم ستيت. زين، هسه نجي هنا عندنا في شيء ايضا جدا مهم اللي هو يقول لك وات ار ذا كوزز اوف هايبر برولاكتينيميا. رجاء ركزوا، من يقولوا لكم برولاكتينوما هاي شنو معناته؟ معناته هاي فد بيتيوتري تيومر وجاي يطلع برولاكتين هواي. بس من يقولوا لكم هايبر برولاكتينيميا هاي معناته نسبه البرولاكتين بالجسم صاعده ديو تو اني كوز. اوكي، مو شرط تكون تيومر، مو شرط تكون برولاكتينوما. يعني فهسه خلينا نجي نحكي شنو هي الكوزز مال هايبر برولاكتينيميا other than البرولاكتينوما. زين، قسموها فيسيولوجيكال، يعني هاي نوت اول هايبر برولاكتينيميا ار ديو تيومر. اكو فيسيولوجيكال، اكو فارماكولوجيكال، واكو باثولوجيكال. فيسيولوجيكال ممكن يصير باي واحد، ممكن سترس الفيني بانكتشر الفو انه ممكن يصير مايلد انكريس. بس الفيميل اللي هي لاكتيتنج فيميل اور بريجننت فيميل، بريجننت از ذا كومونست. عندكم فارماكولوجيكال على راسها الانتي ايميتيك اللي هي الميتوكلوبرامايد والدومبيرادون اللي هن ذني كومن ويسوون هايبر برولاكتينيميا، والفينوثايازين دراكس، وايضا الانتي ديبريسنت دراكس. نجي للباثولوجيكال. الباثولوجيكال عندكم البرايمري هايبوثايرويدزم، عندكم البيتيوتري تيومرز هاي يعني حكيناها اللي هي البرولاكتينوما، ممكن هاي اللي حكيناها ديسكونكشن هايبر برولاكتينيميا ديو تو ستوك بريشر، ممكن البوليسيستيك اوفرين سيندروم هاي يعني بالجاينيكولوجي تاخذوها بالخامس، ممكن ليفر او رينال فيلر وهاي مهمه. اوكي، فتقريبا هي هاي الامبورتنت كوزز. بالنسبه للانفستيجيشنز، انفستيجيشنز اول شيء تسوونه بالانفستيجيشنز بيشنت فكرتوا بي هايبر برولاكتينيميا، يو هاف تو اكسكلود بريجننسي، يو هاف تو اكسكلود رينال فيلر، اند يو هاف تو اكسكلود دراج انتيك. ذني ثلاث اول شغلات انتم تكتبوهن بالانفستيجيشن بالامتحان، واول ثلاث شغلات تفكرون بيهن. زين، وراها شنو الدزه؟ الدزه سيرم برولاكتين ليفل. اوكي، بكل بساطه سيرم برولاكتين ليفل كانت النسبه اكثر من 200 دايجنوستيك، بين ال 100 الى 200 اكويفوكال، جو ال 20 هاي النوربل. وبعد شنو ممكن تسوي لهم؟ بيتيوتري ام ار اي. وهذا هو بالنسبه للمانجمنت. المانجمنت انت تنطي شيء عكس البرولاكتين. احنا قلنا شنو هو الشيء اللي يسوي انهبيشن للبرولاكتين؟ الدوبامين. فايضا ننطي دوبامين اغونست اللي هن البروماكريبتين والكبر جولين. اكو رول للسيرجري اللي هو ممكن يسوي سيلكتيف ترانسفينويدال ريسكشن اوف ذا ادينوما، وهي لاس كومنلي يوزد. هذا كان كل ما يخص الهايبربرولاكتينيميا والبرولاكتينوما. ننتقل الى الاكروميجالي. الاكروميجالي اللي هي قلنا يصير جروث هرمون اكسس. زين، انتوا تعرفون قبل لا نكمل انه الجروث هرمون هذا راح ياثر على الليفر. الليفر شي يطلع انسولين لايك جروث فاكتور 1، وهذا الانسولين جروث فاكتور 1 هو هذا اللي راح يروح على البونز وعلى الهاي وعلى السوماتيك تيشوز حتى يخليها تكبر. فهي هاي الميكانيزم مالتها مثل ما حكيناها. زين، هنا انا يعني ما نحكي الابيديميولوجي والهاي، تقدرون تقروها. اكو هاي الريسك اوف ذا انتريتد اكروميجالي. البيشنت ابو الاكروميجالي اذا ما عالجته شنو يصير بيه؟ يصير increase mortality rate primarily أكثر شيء من cardiovascular and respiratory causes و death about in 15% of untreated patient by the age of 50 years. زين، وهاي الفسيولوجي اللي حكيناها انه قلنا stimulate the production مالت الانسولين like a growth factor 1 بالليفر، فالهاي الهاي exposure it will lead to growth and enlargement of the somatic tissues. اوكي، هاي هنا صورة يعني يعني اذا من تشوفوها تذكرون الفيتشرز يعني مالت الاكروميجالي. ف يعني اول شيء انتم تخيلوا انه السوماتيك تيشوز كلها راح تكبر، فالمريض ايش راح يكون؟ يكون يعني كلش ضخم، يعني هاي ايده ايش قدها وراسه ايش قد يصير. فهي هاي اول الفيرست امبريشن او الفيرست لوك تو ذا بيشنت. سكال جروث هاي اول شيء، بيشنت يكون عنده هيديك، تشوف انه اكو انلارجمنت اوف ذا ليبس النوز اند تونك، تشوف انه يعني حتى الانترنال اورجنز سم تايمز ان هي تكبر.
فالبيشنت يصير عنده كارديو مايوباثي وذ كارديو فاسكولار ديزيزز، وقلنا هي هاي وي ار ريسبيراتوري كوزز الكوز اوف ديث بالبيشنت. زين ايضا شنو عندك؟ انكريز سويتنج وثيكن ذا سكن. ايضا انه يصير البيشنت لايبل فور هايبر تنشن، نفس الشيء لارج سايز اوف ذا هارت وزاد البريشر عليه، فهم نفس الشيء. البيشنت ايضا يكون عنده انلارجمنت اوف ذا ليفر. البيشنت ايضا يكون لايبل فور ديفلوبمنت اوف تايب 2 دايابيتس، لان يعني هي هاي الفكره انه الانسولين المفروض انه هو من يكون سكريتد المفروض انه الجروث هرمون يقل، يعني هما واحد عكس الثاني، فبسبب انه الجروث هرمون يكون هواي وعالي ونوت انهبيتد باي انسولين ممكن انه البيشنت لايبل فور تايب 2 دايابيتس. ايضا انه اكو ريسك اوف كولونيك كانسر. ايضا هنا البيشنت لايبل فور مايوباثي او انلارجمنت اوف ذا هاندز هنا ديو تو كاربل تانل سيندروم. ايضا كاربل تانل سيندروم هاي يصير انه هو انكريز ذا بريشر على الريست، فهنا ممكن يضغط على الميديان نيرف من يعبر، لان هاي زاد هنا يعني السوفت تيشو لارج مسار، فممكن يضغط على الكرينال نيرف على الميديان نيرف العفو. ايضا هنا شنو عندنا؟ اللارجمنت اوف ذا فيت انكريز هيل باث ثيكنس. اوكي فتقريبا هي هاي الفيتشرز، تخلوها ببالكم حتى يعني لا تنسوها. اوكي ورغم ما خلصنا الكلينيكال فيتشرز نجي للانفستيجيشن. الفيرست سكرينينج هو شنو؟ انه احنا نروح ندزهم سيرم انسولين لايك جروث فاكتور 1 والسوماتوستاتين سي. راح تسالوني سؤال او يجي على بالكم سؤال انه احنا بالبرولاكتينوم احنا سوينا احنا قصنا البرولاكتين وفضينا الامر، زين هنا ليش ما نروح نقيس الجروث هرمون؟ ليش؟ يقول لك انه الجروث هرمون مشكلته انه هو سكريتد ان بلساتايل مانر، يعني بفتره من اليوم السكريشن مالته يكون شكل، بفتره ثانيه يكون السكريشن مالته غير، فما يكون السكريشن مالته ثابت، لذلك يمكن انه بين فتره وفتره من تقيسه يطلع فولس ريزلتس. اوكي فبالتالي ما تقدر تعتمد عليه، بينما الانسولين لايك جروث فاكتور 1 السكريشن مالته ثابت، فبالتالي انا اقدر اعتمد عليه بكل بساطه. وحتى البرولاكتين طبعا هناك اعتمدنا عليه لان السكريشن مالته هو مو بلساتايل مانر، يعني ثابت يكون. ايضا اكو شغله ثانيه انه ممكن اسوي لهم اورال جلوكوز توليرانس تيست، راح يصير هايبر جلايسيميا وبالتالي انه لازم يقلل الجروث هرمون. فاذا شفنا انه there is a failure to suppress the growth hormone to less than 1 nanomilligram after 75 glucose high is considered positive، لأن المفروض أنه يقلل الجروث هرمون بس مع هذا هو ما قل، فهي هم تعتبر diagnostic. هاي حكيناها أنه it is secreted in a pulsatile manner، فبالتالي ما نقدر نعتمد عليها، فأكثر شيء نعتمد على الانسولين لايك جروث فاكتور 1. بالنسبة للتريتمنت، التريتمنت ممكن أنه نسوي سيرجري transsphenoidal surgery. الميديكال ثيرابي ممكن اذا البيشنت ما يقدر يسوي سيرجري او مثلا as a part of pre-operative preparation for the surgery ممكن انه ننطي سوماتوستاتين ريسبتور اغونست، مثل ما قلنا بالبرولاكتينوم قلنا انه مرات شنو ننطي؟ ننطي دوبامين اغونست. هنا شنو ننطي؟ ننطي سوماتوستاتين اغونست اللي هي الاوكتيروتايد. تبقى اكو رول اخر شيء للستيروتاكتيك راديو سيرجري، هاي تفيد البيشنت مثلا ما فات وياهم. اكو مصطلح قلناه من ساعة اللي هو الجاينتزم، انه شو الفرق الجاينتزم عن الاكروميجالي؟ بكل بساطة انه الجاينتزم هو excess of growth hormone before the closure of the epiphyseal plates. اوكي before the closure of the epiphyseal plate او الgrowth plate الموجودة بالبون. فبالتالي ابو الجاينتزم يصير انه يعني الgrowth of the bone يصير اكثر، فبالتالي patient يكون طويل، يعني كلش طويل تشوفه. بينما بالاكروميجالي تصير بالادلتهود، وبحيث انه الجروث بليت تكون مسدوده، فبالتالي يصير اللارجمنت بالسوماتيك تيشيو بس الطول ما تبقى مثل ما هو ما يتغير. فهو هذا الفرق بيناتهم. ناقشنا البرولاكتينوما، ناقشنا الاكروميجالي، وصلنا اخر شيء للنون سكرتري بيتيوتري ادينوما. اوكي اللي قلنا ايذر تنطي هايبوبيتيوتاريزم او ممكن تنطي فيتشرز اوف بريشر سيمتومز ماس افكت تنطي. زين شنو هي هاي الماس افكت؟ يعني اول شيء ممكن اذا ضغطت على الاوبتيك كيازما، اذا تذكرون الاناتومي ممكن عندنا الاوبتيك نيرف. اوكي الاوبتيك نيرف البوث اوبتيك نيرف من يتقاطع عن بالبرين المكان التقاطع مالتهم هذا يسمونه الاوبتيك كيازما، فهنا مرات البيتيوتري ادينوما هاي تضغط عليها
فتنطي باي تمبرال هيمانوبيا. زين ممكن مثل ما قلنا تنطي هايبو بيتيوتاريزم للكمبريشن على البيتيوتري جلاند، ممكن تنطي هايبو جنادزم ان مين اند بري مينوبوزال وومن، ممكن اذا اجى بطريقه كرينيال نيرف ممكن ام تضغط عليه، ممكن اذا تذكرون الاناتومي اكو الثيرد فنتريكل الفورث فنتريكل فورامني اوف لوشيكا فورامني اوف مونرو، خصوصا الثيرد فنتريكل والفورامني اوف مونرو ممكن اذا ضغط عليهم راح يتجمع الفلويد وما يطلع من البرين، فلايبل البيشنت يصير عنده هايدروسيفالوس. وايضا دايابيتس انسيبيدس ريزلتنج من الكومبريشن اوف ذا هايبوثالاموس اور البيتيوتري ستوك، بس هاي تبقى غير كومبليكيشن يعني. يعني هاي يعني دايابيتس انسيبيدس فكرته ان هي بريشر سيمتومز يعني اوكي، فتقلل السكريشن مال الفازوبريسين. تريتمنت مالتها تبقى ان هي سيرجري اوكي، ان هي سيلكتيف ترانسفينويدال سيرجري از ذا تريتمنت اوف تشويس فور الاكروميجالي الكوشنج ديزيز الثايروبين سكريتنج تيومر كلها يعني. ماكرو ادينوما ممكن انه اكو بيها ريسك مال ريكرنس، فمرات انه ايضا تحتاج اريديشن او سيروتاكتيك راديو سيرجري. وصلنا لنهايه المحاضره، خلصنا احنا. تبقى طبعا عندكم الكوشنج ديزيز اذا صار يعني زاد الـ ACTH، او انه مثلا اذا زاد الـ TSH، هاي راح تاخذوها ناخذها بمحاضرات خاصه يعني بالمواضيع الادرينال جلاند ومواضيع الثايرويد. وتبقى ايضا الهايبوبيتيوتاريزم ان شاء الله نغطيها بالمحاضرات الجايه، فان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو.